90% منهم موجودين في تونس العاصمة واللي هم مش برشا معناها بون جاتنا كما نقولوا كادو باهي بالنسبة لنا احنا ان طونك برودكتور ولا حتى لي زيكسبلوطون معناتها مش لي زيكسبلوطون لي ديستريبيتور حاطت لهم اون انسيني انترناسيونال عملت لي ملتيبليكس في تونس مي يقعدوا ديما انسوفيزون كي تخرج انت من تونس تمشي لصفاقس ما فيهاش سال سينما تمشي لقابس ما فيهاش سال سينما تمشي البيجة تمشي الجندوبة معناتها الولايات الجمهورية الكل ما فيهمش قاعة سينما البلايص الوحيدين اللي فيهم قاعة سينما هي تونس العاصمة سوسة فيها قاعة كان نجمو نسميو شطر قاعة أكثر منها قاعة وقاعة في المستير يظهر لي سمعت اللي باش تسكر بعد الكريز نتاع الكوفيد السنة كازينو بنزار تسكر ولا مازال؟ كازينو مسكر وعنده عنده قرن معناها ثم الماجستيك اللي هي مساكن زاد يسون اون تران دو ريزيستي مي صعيب عليهم معناتها سي دي جون كي اون مونتي لا سارسا حلوها بعد 15 سنة مسكرة دونك يا با سال دو سينما دونك مشكلة كبيرة دونك احنا وزارة الثقافة يرحم والديها عاملة دور ثقافة في تقريبا في معتمديات تونس الكل عندنا فوق ال 260 دار ثقافة ولا مركز ثقافي اللي كلهم فيهم قاعات عروض نجم تعدي فيهم مسرح ولا سينما ولا سال دو بروجيكسيون معناتها سال دو بروجيكسيون مش الكل ايكيبي بالباهي مي احنا كي نخرجوا فيلم نجموا نلقاو حلول باش نعملوا ليكيبمون معناتها كو سوسوا مع وزارة الثقافة والا مع الديستريبيتور نخدموا معاهم احنا اليوم ما عندناش حق باش نستغلوا القاعات هذيا في عروض للافلام نتاعنا اذا كان انت عندك 260 قاعة عرض في دور ثقافه في الجهات معناتها كي نقول لك في الجهات راه تمشي البلايص بعيده معناتها يعني ما يجيش في بالك بلاصه كيما جومين ولا بازينه مثلا تعرفهم انت من بنزرت اللي هما معناتها مساكن ما عندهم حتى شيء عندهم قاعه عرض معناتها نجم نعرض فيها الافلام انا جدد كي يخرج اليوم في تونس نجم نمشي نعرض غادي وعملتوا حماده ذات في التورني الاخرانيه تنجم تحكي عليها اما ثم ريزيستونس من كيفاش يقولوا معناتها الاداره ماهيش قابله لليوم اللي يحلوا القاعات هذوما باش نجمو نعملو فيهم احنا اكسبلوطاسيون ما نقولوش كوميرسيال 100% مي ينجم يكون سو فورم دو بارتناريا اللي يحكيو عليه نهار كل هما يغنيو لنا عروض تجاريه معناها هذوما احنا نهار كل هما يغنيو لنا في غنيه البي بي بي هاو اوكازيون باش نعملو بارتناريا بوبليك بريفي دونك هاي اوكازيون تخلي احنا معناتها اون بليس بور لا كولتور مانيش نحكيو على حاجه اخرى معناها دونك يظهر لي مشكله كبيره والموزعين نجموا يحكيوا لك معناتها لي ديفيكولتي ثم بلايص نجم نسمي انا ما عنديش مشكله معناها بلاد كيما توزر ما نجموش نعرضوا فيها الافلام ما فماش دار ثقافه في توزر تمشي لدقيش دار ثقافه صغيره واذا كنت فهمت مع دار ثقافه باش يكريوها لك ويخليوك تعرض معناها عندي مشكله اخرى في ولايه نابل مثلا عندهم سونتر كولتوريل نيابوليس انت والمدير اذا كان مدير متفاعل معاك ينجم يخليك اذا كان ما عينوش يقول لك لا ما تجيش معناها اليوم عارف. يلزم نلقاو ميكانيزم يتحط جديد اول حاجه وتكون الحكايه هذه منظمه ومقنه باش يجموا العروض يتموا في القاعات هذوما علاش القاعات هذوما موجودين باش يتعرضوا فيهم افلام قدم يلموا خمس عباد وقت اللي يجموا يتعرضوا فيهم الافلام الجدد اللي يحبوا عليهم العباد الكل بتسهيلات واضحه وسنتراليزي من الاداره ما لازمش نقعدوا تحت الرحمه نتاع المدير اللي جاي وقتها ولا لا ما قلناش بلاش يا طارق معناتها احنا نجم نتفاهم معاهم يا اون فورمول دو كولابوراسيون معناتها بارتاج كيما تتعاملوا مع القاعات الاخرين حتى دور ثقافه بيدهم اللي عندهم مشكله كبيره نتاع بيدجي اوتونوم ما عندهمش بيدجي اوتونوم معناتها اذا كان هو مدير ثقافه مدير دار ثقافه كي تحرق له انبوبه ما نجمش يبدلها في بالي ما نجمش يشري ساك بوبيل انت تخلي له اون بوسيبيليتي باش يعمل معناتها مدخول خاص الواحد اللي هو ينجم يحسن بيه في ال مش معقول اللي هذايا هما ناقصين بيدجي ونحبوا نعاونوهم يدخلوا بيدجي وينفعوا الكوميونيتي نتاعهم ويقولوا لا وسيرتو مش معقول نقعدوا تحت رحمه جوست المدير الفلاني ولا المدير الفلتاني يلزم اليوم الامور هذه تنظم من الاول ويتحطوا قوانين واضحين ولا قرارات واضحين يسهلوا العمليه للديستريبيوتور الكل خاطر كان فما عباد يدبروا رؤوسهم ويعملوا مفاهمات ويمشي ويجي وكلمه منا كلمه من غادي فما ناس ما عندهمش وسع البال هذايا وحرام علاش الوغ كو افلامهم تنجم تخلط وتكون ديستريبيوي توا تو سويت تقريبا بدا دخلنا في الديستريبيوشن فما اداره عامه في وزاره الثقافه مكلفه بالدور الثقافه معناتها انت الاداره العامه تنجم تعطيهم هي قرار معناتها تاخذ قرار صح في الوزير ويبعث لهم مكتوب الناس الكل تطبق معناه حتى حد ما ينجم يقول لك لا انا ما في باليش ولا ما نجمش ولا ما علميش يعملوا قاعده مع لي ديستريبيوتور ينجم بعد هم عاملين قاعده توا في الجي سي سي وما غادي كمال مومين مش كرك لا مش مشكله يلا نتعادوا تو سويت للسوجي دو لا سمان وحكينا على ديستريبيوشن شويه باش نكملوا نحكيوا على هذايا سؤالنا باش يكون توا حاجه اكيده على الاخر اللي هي يا خويا تونس راهو فيها على طول
تحصل في دي بري على الانترناسيونال بارتو كل مره نسمع بحاجه جديده دي رياليزاتور اللي قاعدين فريمون فما اون نوفيل فاغ طالعه في تونس وكلمه نوفيل فاغ راهو نعنيها اتم معنى الكلمه خاطر فما برشا عباد قالوا ما صار حتى شيء بعد الثوره مش صحيح في السينما